السلام عليكم افامي، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نمشيو لواحد الاوتليت في مدريد فيه بوما اديداس ونايك، وغادي نشوفوا الانسمنه وغادي نبارطاجيهم معكم وغادي نشوفوا شنو عندهم تما. يلا تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر وما تنساوش لايك كومونتير وما تنساوش ابوناو. بيس ليكم. صباح الخير اخوتي، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. فين غنمشيو اليوم اناسيا؟ في شوبينغ سنتر. المهم اخوتي اليوم غنمشيو لواحد الاوتليت خارج مدريد، غنوريكم تما الاسمنه كيفاش دايرين، شحال دايرين الصبر ديالات والحوايج ديال السبور. المهم هادشي اللي غادي نوريكم دابا، عندنا الطريق طويله شويه، عندنا شي 20 كيلومتر خصنا نمشيو خارج مدريد. غنتسنى واحد الطوبيس هو اللي غيدينا للبلاصه الاولى، ومن بعد غنشدو المترو عاوتاني غنتحركو لديك البلاصه. يلا المهم اشنو هذا تراك؟ اها بوتشاسو زيدي ممكن تدي دايدم واش نتسدو لطنجيره. قلت لك بحال الطريق اللي غنمشيو دابا فيها في الطوبيس والمترو، بحال تمشي في الطياره تهبط في طنجه وانت يلا غتوصل داك الاوتليت. المهم احنا دابا غنشدو الطوبيس نوريكم كلشي ان شاء الله، نبارطاجيو معكم اثمنه وداكشي. يلا اخوتي ما تنساوش لايك كومونتير بارطاجو. واحنا يلا هبطنا دابا من الطوبيس، طلعنا للمترو عاوتاني، من بعد نضربنا نص ساعه شحال 30 مينوت ناخذ 30 دقيقه في الطوبيس. دابا عاوتاني غنضرب واحد ربع ساعه في المترو بما نوصل للبلاصه اللي غادي لها. ياك هاك ديال المترو شنو درنا؟ لا لا ناقص. يلا اخوتي نوصلوا نوريكم بلاصه فين غاديين، والناس في مدريد غنعطيكم لادريس فين غاديين باش بغيتو تخداو شي حاجه تخداو منها. يلا وصلنا دابا البلاصه اللي قلنا لكم، بعد عناء طويل وطريق طويله بزاف، شي 25 كيلومتر ديال الطريق باش نوصلوا. المهم هاد البلاصه فين جات؟ فين جات اناسيا؟ شنو؟ المهم جات خارج مدريد، انا نخلي لكم لادريس ديال الفوق بنادم اللي ساكن في مدريد عندنا. ريفاس فوتورا مترو. المهم ريفاس فوتورا ديال التسميه ديال المترو، ونخلي لكم لادريس ديال البلاصه فين جات بالضبط. كاين بزاف ديال لي زاوتليت هنايا كيبيعوا داك الشيء ماشي قديم، داك الشيء جديد ولكن زعما ديال 2022 2021 2023. المهم كوليكسيون اللي قبل من هذا من الجداد ياك ناصر مطلع عليا وصافي. كيتباعوا كيبيعوا باثمنه مزيانين. المهم انا نخلي لكم فين جات اللي بغيتوا تجيو ليها، نبارطاجيو معكم هاد البلاصه هادي الزوينه، فيها بلاصه ديال اديداس نايك. شنو مازال؟ بوما. بوما شنو مازال؟ المهم كاين بزاف ديال الحوايج، انا نوريكم كلشي. ديكاتلون حتى هي كاين الاوتليت ديالها. المهم كاين واحد المول هنا ولكن ما فيهش اوتليت. المهم حنا نمشيو غير لي زاوتليت نشوفوا الاسمنه كيفاش دايره ونبارطاجيو معكم اخوتي. بيست اول حاجه دابا غادي نبداو بها هي شنو؟ اول حاجه شنو هي؟ هذا ماين بوينت دابا نايكي. ها هو هذا، ندخلو دابا عليه ونشوف. يلا دخلنا دابا غنوريكم الاثمنه. المهم التريكو هذا عجبني بغيت نبارطاجيه معكم مع نايك. شوف نايك كيفاش دايره هنايا. شوف مصطفى كاين هذا بلاك كحله. المهم كم كحل كحل هذاك 338 اورو ودابا دايره ب 25 اورو. مزيانه زوينه هذيك. قلنا انتم كيفاش جاتكم وشوف كلشي ديال البونز. هنا كاينين الشورطات، شوفوا الاثمنه ديال الشورطات حتى هما. كاين هاد الشورط هذا خصني نجيب نشوف الثمن ديالو بشحال داير. اوب هذا كنساوي 38 دابا حتى هو 25 تقريبا، كلشي 25 اورو. كاين كلشي ديال الباسكت ديال الفوتبول ديال العومه ديال السويمين ديال كلشي كلشي كلشي. لا لا سال كاين كاين. مشينا نشوفو كلشي. يلا مشينا نشوفو كلشي. كاين التورنيه ديال الباسكت شيكاغو بولز لافين شحال داير؟ 73 اورو. اوه ورا التوني هذا استاذ هذا باسكت هذا باسكت هذا ان بي اي. كاين الجيلي هذا هذا الله يبارك 90 اورو مع شحال كان داير ديسكونتو كلشي 30%.
انا كلشي ناقصين فيه 30%. شوف شي حاجه مزيانه نوريها لكم. ما عرفتش هاد الجاكيط، انا هاد الجاكيط عندي داير 200 اورو وانا ما عجبتنيش. مزيانه ما انا شي ديال السيل هذا. هذا اشكون شنو هذا؟ اشكون شنو اشكون نفضو بيت عجبكم؟ عجبكم هذا مصطفى زوين. هذا زوين. شوفي الثمن ديالو. بوك بوك ناسي هذا اوتليت. لا هذا شويه اوتليت. هذا شويه شوفوا بوكاجي تبي تاكو سام وتيك زي 50 يورو. يلا ولكن ماتيريال ديفرنت. هذا مزيانة. هذا خفيف. هذا 52 اورو كانت تساوي 125 اورو. مزيان؟ تي ناضية ناضية كندا. هنايا كاينين السايكان. شوفوا السايكان شحال دايرين. مثلا هذا داير 30 اورو. واو لا صال لعيبات. هذا اللون هذا كاين اللون الكري وكاين الكحل. ها هو 30 اورو تقريبا. مصطفى اشنو مشينا في ماي فيفوريت بارت سبرديلات سنيكرز. يلا نمشي نشوف السبرديلات. لا لا اجي من هنا اجي. لا لا فوتوشني شحال هادي؟ هادي كاينه في هنا خصك تشريها من السايت. مكاتبينش شحال الثمن ديالها. لا واجي نبداو من هنا شينا. المهم هنا نبداو خوتي بنادم عز عليه تي ان فابور. هذا كلشي ديال السايت. هادو كلشي خصك تخدم في السايت. اكسكلوزيفز ديال فيهم ديسكونت 30%. هادي هادي عندي وحده بحالها في الدار. هذا مزيانة. لا ما انا ماشي بحال هاد. يشوف مصطفى 90 توت ريكومندد ريتيل برايس 30. المهم كانت تساوي 130 هذا ب 90. انا ما عجبتنيش. هنا لي ساكادو. ساكادو التجميل ديال الساكادو كان 50 دابا 35. هذا بشحال ما عرفتش. هذا ب 24 اورو. المهم هذا من السيكان. دابا نمشيو جهه السبرديلات. العلام ديال ناسيا هذا راه باطو ناسيا. شحال هذا البوانتور ديالها؟ رزمير رزمير ما عرفتش. 47 لا 47 ونص. المهم نحاولوا نخرجوا لكم شي حاجه مزيانه بشي ثمن مزيان حيت كاين بزاف هنا خصك تبقى تقلب. لا لا بحال قلت الريكلام كتمشي جهه البال. خصك تبقى تقلب وتقلب على راسك. شوف خوتي شحال هادي البوانتور هنا كبار. لي بوانتو الكبار هادي لا واو 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 شي كبير بزاف. شوف عاوتاني هاد جوردن هادي هاد الفابور هادي. شوف شحال ما عجبتنيش. المهم اللي عجباتو شي حاجة خوتي كتب لنا في كومونتيرات وقول لي شحال الثمن ديالها نقولها ليك. هادي عندي بحالها وشوف شحال دايرة هادي. لا هذه خديتها بقل. خديتها واحد الاوتليت اخر خديتها ب 50 اورو. عندي بحالها دابا شي طوج د الصاله حتى ناسيت بدات بحالها. شوفوا هادي غنشوف هادي بشحال دايره 84 اورو. لا هذه لقيتها في اوتليت اخر رخص. اوب شوفوا هادي بشحال دايره 190 اورو. هادي 100 اورو 115. هادي لقيتها بشحال؟ لا شي 90 96. على حسب الاوتلت اللي غطيح فيه ولا حسب الاسعار. 60 اورو لقينا ليها. المهم لان اثمنه شويه طالعين في هاد الاوتلت اللي جينا ليه دابا. توت بيش شي 30% ديسكاونت. وقال له فيه 30%.
حتى ما نبولي شوفوا هذا بشحال، هذه دايره ب 98. دابا شوفوا سميشني هكي شحال هذا؟ 110. هذا اخوتي عندي بحالة هي خديتها، ولكن خديتها ب بيديسيات يا فرق في كوبي لها 50 أورو باش خديتها، انا دايره ب 75. خديتها الصيف اللي فات 75 عاد باش الشوب 30%. لا 75 عاد ناقص 30% تكون تقريبا شي 50 أورو. هادي تاهي قلتها ليكم. اي المهم هنا الحوايج ديال السبرديل ديال البنات. داي سكوكا 30 أورو. نعلم بزاف. شوف كروبتك كيف ما يغطوشك. وتي بنتي تبري لوك انا بورت كلي. اخوتي حنا يلاه دابا خرجنا من الاوتليت ديال نايك، ما كاينش شي حاجه اللي واعره اليوم بزاف. المهم غنقول لكم واحد اللعيبه، الناس ساكنين في مدريد امتى تجيو بالضبط؟ جيو نهار الخميس، اخر خميس في كل شهر. المهم هذه قيدوا عندكم، اخر خميس في كل شهر جيو لهاد البلاصه هذه، كيكونوا الصوت ديال بصح. اما دابا ما كاينش شي حاجه، شي كاين 30% والاثمنه طالعين بزاف، ما عجبني والو. المهم اخر خميس في كل شهر جيو لهاد البلاصه هذه، تكون الاثمنه مزيانه. هادشي اللي كاين. دابا غادي نتحركوا لواحد الاوتليت ديال اديداس بوما، نشوفوا شنو عندهم تما ونشوفوا شنو كاين، ونقول لكم عاوتاني واحد المعلومه اخرى. هكاك ومن بعد شنو نمشيو ناكلو. ايه المهم هذا هو تما كاين الاوتليت ديال ديكاتلون، هنا فين كاين لي زاوتليت كاملين ديال كاع اللعيبات كاين لي زاوتليت ديالهم. دابا غنمشيو لهنايا هاد البلاصه هادي على اليسار، كاين الاوتليت ديال بوما ديال اديداس. هاديك ناسي عندها غير هاديك هاديك. احنا غاديين دابا وكاين الاوتليت ديال كيابي، وتما كاين اديداس راه هو، وحنا قربنا ليه. احنا يلا دابا وصلنا الاوتليت ديال اديداس ابي بوس. ندخلو نشوفو شنو عندهم تما، واش كاين شي حاجه مزيانه ولا والو. انا ما عنديش مع اديداس بزاف، ولكن هاني نشوفو اثمنه. اوب هذا التوني ديال مدريد ديال العام اللي فات، نشوفو شحال ولا، شحال دايرين ليه. دايرين ليه 45 أورو، ولكن هادي ديال العام اللي فات ماشي ديال هاد العام. هادا هاو كاين هذا ديال الموف، تا هو قال تقريبا هادا 63، وكاين هاد الخضر هذا كحل الخضر تا هو 45، وكاين التوني ديال السبليون اديداس تا هو، هذا كيعجبني بزاف. هذا هو لعبو بيد المغرب واقيلا كاس العالم 45. كاين هذا تا هو قال تا هو 45. اوب 45 تا هو. كاين هذا ديال الشيلي، ديال الشيلي زوين. كاين ديال كولومبيا تا هو انا هادي 45. كاين هذا كولومبيا، المانيا تا هو 45. كاع القدام كاع لي ديال كاس العالم القديم ديال قطر، وكانوا بانوا ليا ديال الجزائر تا هما كان عندهم اديداس. هذا ديال السويد ما عجبنيش، هذا مكسيكو ما عجبنيش، مانشستر يونايتد هذا زوين، هذا الوين ناض 30 أورو. كاين ديال بلجيكا اوب تا هو 45. اياكس امستردام تا هو 45. عرفت كم بلي ديال الجزائر تا هو كان هنا كيتباع، معرفتش فين هو، نقلب عليه ونشوف واش نلقاه. ها هو لقيته، توني ديال الجزائر، وقعو فيها شي حاجات قلالة، ندير له الصوت بزاف، ولا 8 أورو اخوتي.
كان داير بشحال؟ كان داير بربعين ولا بعشرة ولا بثمانية. واو هذا واقع القديم ديالنا. عارف بنادم بزاف ديال الجزائر كيتفرج فيها راه ما 30 واقع في الاودينس ديال دي اللي كيتفرجوا فيه. واو كاين هذا حتى هو 15 اور هذا ناضي على الاخر. ولكن الصباب ديال الكورة هذا دير 123 كان دير 250. واو هذا الشحال ديال 63 كان دير 90. انا الصبر ديالي ديال اديداس كاين شي صولد بعدا حسن من نايك بعدا شوية اثمنة مزيانين واخا كيعجبوني الصبر ديالي ديال نايك بزاف. هانتوما شنو نشوفو تما ناسي شنو كدير اشنو اديداس 25 كان ب 55 من دابا 25 خلفي غنشوف 75 كانوا داير 130 غنشوفو 38 واش 38 غنشوفو لك 38 انا علاش ما كاينش كاين كاين 36 38 38 هاي تحلى شدي لا هذا حسن نيتاكو جيستي هذا حسن الله خلينا خرجنا من اديداس فين دابا عاوتاني بوما ندخلوا بوما خوتي اخر بخير بلاصه غنمشيو لها نشوفوا الثمنه ديالهم هنايا واش كاين شي صوص مزيان لا وديك الساعه فين غنمشيو ناكلوا ان شاء الله يلا خوتي صافي شنو اوكرانيا هذا بوما هذا ماشي بوما تريتا ريتا نو شوف تتاي نا اوكرانيا روسيسكي مول روتا ريتا ريتا اذا قريتها بالاوكرانيه زعما نفس الحروف تقرا ريتا ماشي بوما يلا احنا دخلنا شو ماما غريب شو شحال لينا اخوتي ديرين تريكوات فيما ديال الجزائر مصطفى دابا تبي راسكاجو فلاغ يلا قولي لي الجزائر اها هذا ايجيبت اها المغرب زيدي هذا شنو السنغال اها شنو انا صافي كاين تاع ما عرفتش شنو هذا شنو هذا وقولي انت شنو هذا انت رسا انت اللي رساي هذا انا رسام شنو هذا ساوث افريكا ساوث افريكا تونسيا لا تركيا لا ماشي تركيا تركيا بروهيتا يلا سير هذا تشتاش اها وهذا هذا كوت ديفوار لا الله زيدي هذا يلا قولي لي هذا السنغال كابو فيرد لا ماشي كابو فيرد لا اس ام ار وقولي انت شنو هو وقمري كاميرون هذا تشيتر شنو باقي هنا منين هذا التشيتات وهذا يجب من جزائر صافي كلشي كاينه 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 تشيتر مزيان المهم تونيات هنا يدير لهم ديال كاس افريقيا ب 14 اورو المهم اخوتي الاثمنه صافا كاينين شي صولد مزيان كاين سبرديلات زوينين عندنا في الدم احسن من اديداس 40 عاد باش ناقص متاكده يعني وهاي هنا راه ديفينوس تناس من 40 اورو هادي لا هادي حسن راه نجاوبك لا لا هادي هادي انا عجبتني هادي يلا مرحبا بك في انستغرام في تيك توك في كل شيء في كل شيء مرحبا بكم مرحبا بك يلا تهلا تهلا في راسك المهم اخوتي ها هو الانستغرام اللي كنبيع فيه السبرديلات دخلوا تابوناو والانستغرام ديالنا حتى هو دخلوا تابوناو فيهم بيس ليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.